الحدادة، أنا أعشق الحدادة. يا لحالي، أياً كان فهي أفضل من المكتب. أستاذ المكتب كذلك يرى هذا أفضل. حذاري، أبق النار لمستوى ثابت، لا تضعف ولا تقوى. أجل سيدي. ولكن فكرت، بدلاً من تحريك هذا الديلم 15 مرة، أحركه 5 مرات بسرعة تكفي لآخذ بعدها قسطاً من الراحة، والنار على ما هي. فقط افعل ما قلت ولا تفكر. لكن برأيي من الممكن زيادة النار على ما أظن. على ما أظن. ظنك ليس ينفع، كف عن الفضول والتطفل وافعل ما قلت بالحرف الواحد. ولكنه ممكن. شير محمد. أجل سيدي. أنا ذاهب للجوار وسوف أعود بسرعة، لا تغفل عن هذا الصبي حتى أعود. حاضر. عليك أن تتعلم المهنة سريعاً وإلا ستعاقب. أفهم؟ أنا لم أفهم ماذا قلت، ولكن حاضر. جمشيد، نفتقدك في المكتب حقاً. أحقاً؟ إذن اذهب. الكل يسأل عنك باستمرار. قل لهم هنا أفضل. علي إيصال هذه الأدوية إلى والدي، ومن هناك أمر على المكتب. هيا تفضل، قل ما عندك دون ما مراوغة. لا، أنا لم أقصد شيئاً، ولكن قلت بما أنك تحب الحساب والمطالعة لأحضر معي ما قد يؤنسك في هذا المكان. أظنها فكرة جيدة. لا مزاج عندي. ولكن إن لم تساعدني في هذا فإن العصا والصوت في انتظاري. أنا مجرد عامل حدادة ولا علاقة لي بالكتب. إن شئت ألمع لك نعلك. اسمع، اذهب إلى عملك يا فتى وقل حاضر. هيا. بحسب الطريقة التي اعتمدتها ومن أجلها ضربت، سوف أحلها لك بطرفة عين. حلها بطريقة الأستاذ، لا طاقة عندي للعقاب. حسناً، تريد ضرب العدد 786 بالعدد 175. أول ما تقوم به هو رسم جدول من 4 خانات عمودياً وثلاث خانات أفقياً، وتكتب الأعداد في الأعلى. هل تصغي جيداً؟ بعدها تكتب الأرقام في الخانة المقابلة وتضعها في الجدول. إن كانت النتيجة من عددين فالأحاد في الخانة الأسفل والعشرات في الخانة الأعلى، وإلا. ولكن هل تصغي إلي؟ أنا أعرف كل هذا جيداً، قم بعملك فحسب. إن كنت تعرف لن أرهق نفسي بالحل. ما هذا الكلام؟ كما قلت لك، إلا إن إلا إن أخبرتني أين أجد مكان الكبريت والحبر هنا. إن علم والدي فسيغضب. إذن خذ. حسناً إذن، ولكن لست أنا من أخبرك. لن أنسى وقفتك هذه معي أبداً. إلى اللقاء. إلى أين؟ ماذا عن اتفاقنا؟ إلى اللقاء شير محمد. بأمان الله. فلتسامحني يا إلهي، ارتكبت خطأ ولكنه يستحق ذلك. اسمع يا فتى، السيارات ممنوعة، قل حاضر. حاضر. ماذا فعل؟ ماذا فعل يا ولد؟ سيد علي، انظر ماذا فعل. أنا آسف.
بيك؟ ماذا فعلت بنفسك؟ ولكن أي كارثة افتعلت؟ يا إلهي قدمي! ما الذي حصل؟ ليتني أموت فأرتاح من أفعاله. ماذا فعلت؟ إنه هو المذنب. لقد حل الأسئلة خطأ بقصد أن أعاقب أنا وأضرب بالصوت. جمشيد أخبرني، أصحيح ما يقول؟ هذا جزاء كل نمام كذاب. جمشيد، فليأتي أحدكم ويقفل هذا الباب.